تعرف؟ والله لما المدير قال بإذن الله وعلى سنة رسول الله قلت لحالي أيوة والله راحت عالصبي. قولي لا تذكرني يا أخي، أنا بلحظتها انقطع نفسي والله. ولما اطلع أبوها هيك بكل هدوء قلت لحالي ومصيبتها. كل واحد لازم يكون قد كلمته ويحمي شرفه وعرضه، ونحن هلأ ما بنعطي البنت لشب مثل هاد، حاطت روحه على كفه مشان يحمي البلد، مو معقول. أي ألف مبروك عليه. حلال عليك عمي، هات إيدك لبوسة. خلص بلتر، عطيني ملح. لك يا ابني وقف، ارجع لوعيك. شو اللي عملته؟ شو صار لك فجأة؟ بالرفاه والبنين. إيدك عمي. الله يرضى عليك. ايدك ما تعمي. ان شاء الله. ألف مبروك يا ابني. ألف مبروك. مبروك يا ابني. أخي أنا لما صفن الصفنة العجيبة فكرت رح يقول شي تاني. ايه هلأ أنت بتضل عم تركض لتخلص تحضيرات الخطبة تبعك. قلت له رح نروح نخطب له، قال هالترفيعة أكبر من هيك، قال لي حيرفعوا رتبة. ليش وقفت ابني؟ الحمد لله. يلا بقى امشي رح يبرد البرك. يلا مزبوط والله، بس في ترفيعة بالموضوع. احتمال كبير يفوتوا من هاي الجهة، بنص البلد في زحمة، بس لما بيوصلوا لهي النقطة بنقدر نقطع عليهم الطريق. أحياء ولا أموات؟ إذا فينا نجيبهم عايشين ماشي، وإذا ما مشي الحال مجبورين ندفنهم، ما في حل تاني. وفي خبر مو حلو، المهام الخاصة هي اللي رح تنقل نجدة. شو؟ قلت المهام الخاصة؟ لك من وين طلعونا هدول هلأ؟ الأمن بيعرفوا شو أهمية نجدة عنا، احكي لنا شو لازم نعمل. معناها بتطلبوا دعم. كيف يعني؟ طلب الموتورات. تكرم عينك. اخي انا لهلا ما كنت افهم ليش عطونا لنا مرافقه واحد وسخ مثل هذا. شو صار لك مستصعبه يعني؟ ايه طبعا اخي، الزلمه تاجر مخدرات وفوق هيك ما في شغله وسخه ومعامله. لا يا صاحبي ما بنعمل شيء وسخ، البنات بيجوا بيطلبوا منا شغل ونحن منقدم لهم المساعدة، يعني فيك تقول خدمات إنسانية. شو رأيك اخنق لك يا لهذا؟ تمام بلتا اهدى خلينا نسلمه بخير وسلامة، والقاضي رح يخليه يبكي دم أصلا. ما هيك ناس وسخين مثل هاد، الأهالي لازم يديروا بالهم منيح على أولادهم، لازم يعرفوا لمين عم يسلموا أولادهم ومستقبل أولادهم، لازم يبعدوهم عن كل رفقات السوق الوسخين بالبلد وخصوصي مثل هاد. لو تعرف كم أمر توقيف بحق هاد الوسخ من الانتربول للاستخبارات السرية. الشخص الناجح دائما مستهدف، وأنا رجل أعمال ناجح. والله قلت لي رجل أعمال. سيبو، إذا هذا الزلم لهالدرجة خطير وإذا سلموا فرقتنا نحن مهمة توصيله على المطار، لازم ندير بالنا منيح بلا ما نتفاجأ بشي هلا. تمام، أنا رح ضلني مراقب حالة الطريق والحركة اللي فيه. ليش هيك عم تطلع يا وسخ؟ معجب فيك. يعني لو اجيت لعندي انا كنت بتقبضي اضعاف اللي بتقبضيه هون وفوق هيك. خلص عندي سيبو، اعطيني الزي العريض من عندك. تفضل. جميل مسك، خلي هاد ماشي يا اخي. مستقر واحد الى مركز المراقبه، مستقر واحد الى مركز المراقبه. اسمعك جيد، تعال هون. افتح تمك، افتح عامل لك افتح تمك، افتح افتح حيوان، افتح 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 تمك افتح. يلا يلا لشوف، يلا ولك
شايف هيك صرت كتير حلو. يعني لازم فجر هدول الرصاصات واحدة واحدة بيتمه، بيطلع منهم عرض حلو. ها والله بيجيك عالم كتير. نحن ما منسكر تم الشيطان وبس، منعبي له تمه رصاص يا صاحبي. ايه يا افندي عم تفهم؟ هلا طلعوا من هنيك، ناطر الشباب يركبوا جهاز التعقب. تمام، جهاز التعقب مكانه. ليكن هون؟ نحن بعاد عنهم. لا منبلش، ما هيك؟ تمام، خبر المطورات كمان ويلحقونا من الطريق الثاني. ماشي أخي. مطلوبنا ارسال كاميرات المراقبه الينا بسرعة. يعني جليسين اطفال ولا باص مدرسه؟ من مجال مهماتنا في حمايه الشخصيات المهمه كمان. اصلا هذا اللي مضايقني، يعني مين هذا اللي يجي لك اخي؟ لك نحن ليش لنحميه لهذا الزلمه؟ يعني انت رح تطلع افهم من الامن ومن المخابرات السريه يا كارلوس؟ اه عن جد انا كمان عالي ما عم يستوعب هالشيء. نحن بالعاده كان لازم انه نقتل لهذا الوسخ بارضه. شباب ليكو، هالسرسري كان تاجر نسوان وتاجر مخدرات على نطاق دولي واسع، ولما زلمة مثل هذا بيحكي كتير عن أوكار لوسخين مثله رح ندمرها. ولما هيك زلمة بيوقع بإيدين الأمن، الكل رح يحاولوا إنه يسكتوه. أي طبعاً. يعني وإذا بدنا ندمر الشبكة ما بيفيدنا ميت، لازمنا وهو عايش، ولهيك أخذنا المهمة. ولو بتعملوا معروف بدل ما تستخفوا فيها، الكل لازم يفتح عيونه شباب. لا تأخذني يا أخي، أنا هلأ فهمت عليك. منيح. أي والله أخي. كيف الوضع؟ لقدام ما في زحمة كتير، ماشي الحال يعني، هنيك منيح. الموتورات جاهزة؟ عم يفتروا من الجهة التانية. يلا معناها رح نبلش. يلا تجهزوا. اقطعن أخي. ايه اطلع عنهم. سيبو الزلمة دعس لما باص صغير بيقطع سيارة شرطة. رح فيش اللوحة تبعه. لا لا أخي ما في عنا وقت، لا يصير شي بتفيش له. الشباب خليكم منتبهين منيح. مثل ما توقعت جايين ياخذوا لهالوسخ. شو بنعمل عاكف؟ جميل اسمعني، هذا الزلمه بامانتك. المعلومات اللي بيعرفها كثير مهمه، انت خليك بالسياره ولو شو ما صار لازم تضل تحميه. امرك سيدي. استنوهم استنوهم ليطلعوا. الهدف معروف، نظام الهجوم على الباص. انزلوا يلا شباب، فضوا السياره. يلا يلا يلا. انت انزل على الارض. يلا يلا. بحياتي ما استلمت هيك امانه وسخه.
رح نتوجه الفاس عاكف؟ هدول الجماعة لحقونا لهون وقطعوا طريقنا وهلأ ناطرين هيك. فيشت لوحة السيارة ما لها سجلات، نطلب دعم عاكف؟ لا، إذا نحن بنص البلد طلبنا الدعم ما رح يضل عندي عين اتطلع بالناس، ما رح خلي حدا يقول إني طلب دعم مشان شخص واحد. ما بدي اتدخل بشغلك أخي، ومو حدودي بس ما بنعرف شو ممكن يطلعنا من الباص. يلا عاكف، شو نعمل؟ نقوس عليه هون؟ لا مو هلأ، هن ناطرين إنه نتحرك لعندهم ونحن كمان رح نستنى. الجماعة طلعوا أذكياء، ما عم يقربوا لعنا. ممكن يكونوا طلبوا الدعم. لازم نخلص من هالشغلة، الوقت ماله لمصلحتنا. بلش إطلاق النار. فرقة واحد جاهزين، رح نبدأ إطلاق النار على الهدف فوراً. يلا سيبو، يلا 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 نار. سيبو، عم تسمع؟ شو أخي؟ كانوا في سبع موتورات. يا شباب، حولوا الأقواس على الموتورات. نار 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 نار. وأنا بالفخ من ثلاث جهات. عاكف، لازم نطلب دعم. لبين ما يوصل الدعم لازم نوقف بوش الفخ. يا شباب يلا توفوا، اوصوا عليهم كلهم، اوصوا عليهم. اذا الشهادة شهادة، واذا رتبة رتبة، والحمد لله. جميل! جميل! جميل حق علي مكة، لازم خليك لحالك، جاي لعندك، حمل قد ما فيك. جميل، يا شباب جميل انصاب، لازم نطلعه من هون، بس ما رح نقدر نتحرك. جهة تانية امنة اكتر، حاولوا تطلعوا من هنيك. جميل، تحمل شوية. جميل، يلا سيبو. هدول الأغطية والشراشف كلهم شغل إيدي، طرستن وأنا عم أتخيل حالي قاعدة مع حبيبي جميل. هالإيدين لازم ينلفوا بالحرير مو هيك؟ ضليتي كل هالسنين أنت وعم بتطرزيهم كرمال ابني جميل، هالولد محظوظ كتير. ما بتصدق قديش مبسوطة فيكي وبابني. جميل جميل، مشان الله رد علي، انت منيح. سامحوني لاني ما قدرت غطي هاي الجهة. آه.
آسف ما قدرت، سامحوني يا أخواتي. عاكف، لازم نسوي شيء لجميل وخليهم يحكوا إنه فرقة العمليات الخاصة وقعت بكمين بنص البلد. شايف الشطارة كتير حلوة. شوفي كمان هدول يا أمي، طرستهم كرمالك، إن شاء الله يعجبوكي. كتير حلوين وألوانهم بتجنن كمان، يسلم دياتك. يا قلبي يا جميل، راح العملية من دون ما نشوفه، كنت حابة كتير أقعد معه. شو بدنا نعمل؟ هذا شغله كمان. صحيح. معناتها ما رح تطولي بتحضير جهازك، مو هيك؟ طبعاً طبعاً، ولا يهمك، كل شي رح يكون جاهز. كيف العادات عندكم أمي؟ لأنه عنا مناخد هدايا للأب والأم وكل الأخوات. والله ما في داعي تعذبوا حالكم، وضعكم على قده، بكفينا محبتكم. ولا يهمك. على فكرة بعرف محل رخيص ومرتب عنا بالسوق، شو رأيك نروح لعنده؟ وهنيك بتنقي وبتشتري يلي بدك إياه لجهازك. من جهتي موافقة، وبالمرة بلكي منلاقي شي طقم مرتب لجميل مشان الخطبة، مو هيك؟ وهي بدها سؤال يا بنتي، أكيد ما رح نطلع قبل ما نشتري له شي. جميل بيحب طقم الخطبة يكون لونه كحلي. سمعاني؟ أنا رايح لعنده يا عاكف. بعد توقف، خليك عندك. كلب من هدول بدهم يخلوها. بعد عمل لك، خليك عندك، لا تتحرك. هو عم يموت. أنا فرجيكم. تمام تمام، طلبنا دعم من المركز. نستقر واحد، نستقر واحد، وقعنا بكمين كبير من الجهة الطريق، ونحن بطريقنا على المطار وبحاجة للدعم فورا. بسرعة. يا الله، اوصوا على هاي الجهة. يا الله، يا شباب ما ضيفناكم شيء. ما حذرت. زين لشوف. اسمع، يلا بدفع لك يلي بدك اياه، خليني اروح. خلي مصاريك بجيبتك، انا مالي بحاجتك. فوت لجوا، فوت. طلعوا لك، طلع، دير بالك، سيبه. لا يلا، تمام عاكف. جميل، شد حيل. عاكف، المسجون هرب شيء. سامحني. جميل، صدقني رح تعيش. فكر بخطيبتك اللي عم تستناك، بترجاك استحمل كمان شوي. أمي قالت لي يا أخي إنه في ترفيعة جايتني، قالت لي إنه رح أترفع رتبة، بس ما فهمت عليها بوقتها. هلا عرفت شو قصدها. جميل، لا تحكي على حالك بهالطريقة، خلي إيمانك بالله. شبك؟ عاكف، أنا رح حط وسام الشهادة على صدري يا أخي. شو في أحسن من هيك رتبة يا صاحبي؟ المعركة لسه ما انتهت، ونحن بحاجتك يا بطل. يلا أخي، بدك توعدني إنه تحرر كل بنت من بنات هالبلد اللي دمر لهم حياتهم هالواطي القليل الشرف. بوعدك يا جميل. وعدني. ولا يهمك، ولا يهمك. رح نحررهم سوا إن شاء الله، رح نحررهم سوا. أخي، خذ هاي مني. أخي، أمانة عليك تسلم لي على أمي كتير، وإلا إلا أني نلت الشهادة. جميل، بترجاك يا جميل، لا تتركنا وتروح. جميل، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
جميل. 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 لا تروح. لا تتركنا. جميل. جميل استشهد. استشهد. هاي الشهادة اللي سعيت وراها وتمنيتها من زمان. أنا بدي إياها. يا ربي دخيلك ليش ما أخذتني إلي وتركته إله؟ عاكف، حرام هالحكي هاد. هذا نصيب وما فينا نعترض على حكمة الله. كلنا معرضين لنموت بأي لحظة. شغلتنا هيك بتتطلب منا. ولا نسيت؟ وكل الله. وبعدين أنت بتعرف إنه الشهيد ما بيموت. هو عايش بيناتنا. نياله على هالشرف هذا يا أخي. ولا بيكون شايفنا واعد مع المؤمنين. يلا أخي لا تضيع وقتك بالبكاء. خلينا ناخذ بيتارو من هالمجرمين. يلا يلا قوم قاتل. ما لازم نترك دم الشهيد يروح حاضر يا اخي. يلا يلا قوم. سيبو شوفي امي. ما بعرف، فجأة حسيت حالي بدي ابكي وما قدرت وقف دمعتي. يمكن من فرحتي وقت شفتك مجهزة كل شي بإيديكي. الله يرضى عليكي. مو مصدق عيوني يا بنتي. كل عمري كنت اتمنى اشوف هاليوم قبل ما اموت. يا عمري انتي. حتى لو كانت دموع فرح ما بدي شوفك عم تبكي. بيقولوا البكي مو منيح للعرسان. أنا كمان اطمنت على بنتي إن أخذت شاب مرتب وقبضاي مثل جميل. الله يوفقه. رجب امرني يا اخي. جيب لي الرشاش تبعك لهون فورا يا اخي. طالعوا نجدة، طالعوا نجدة وخلونا نمشي من هون بسرعة. طالعوا المعلم نجدة من هنيك. يلا بسرعة. هيا الرشاش. خليك مركز معي. لما بقول ثلاثة منبلش. حاضر. يا الله بسم الله. عاكف لازم نخلص من هدول الاثنين. خلوا كل النار عليهم. لازم نقتلهم بسرعة. وين كرمال روح الشهيد جميل؟ شباب هدول وصلوا دعم. السيارات صارت ورانا. الأمانة صارت بخطر. إليف أوسع عليها. واحد عم اسمع. هذا الوقت المناسب للهجوم على الباص. تحركوا، لازم نلحقهم قبل ما يهربوا. يلا سقط اثنين. انا رايح باتجاه سيارة الدعم. علم اخي، الباص صار عندي. جميل كيفه؟ شو وضعه؟ طمني عليه. مبروك عليه الشهادة. جميل
أخي غطوني. سيبو. نعم. سيبو تعب جيتي. أخذوا الأمانة تعب بسرعة. لفوا 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 لفوا. يلا 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 بسرعة. يلا بسرعة. وقفوا شوي. تمام. إليف. أنا رايحة معكم. يلا استعجل. يلا سيبو. يا أولاد الكلب. بتعرفي يا أمي، أنا انبسطت كتير لأنه عجبوكي. شو هي عجبوني يا بنتي؟ بياخدوا العقل كتير. أخذنا الوقت وما حكينا بتفاصيل الحفلة، لازم يكون الوقت مناسب لجميل مهيك ولا لا؟ أحسن ما يطلع له بشي مهمة ويتركنا ونحن بنص الخطبة. شو رأيك نعمل غطا لشناتي الجهاز كمان يا بنتي؟ عندي غطا مطرز وحلو كتير بالبيت، صدقيني رح تحبيه كتير. إن شاء الله خير. رحنا طلبنا له البنت كم يوم وكان رح يخطب يا كارلوس. كان رح يعمل حفلة ويلبس المحبس، وكنا رح نعمل له حفلة مرتبة ونغني له للصبح. رجب خلص. جميل استشهد. مو انت كنت تقلي انه الشهيد عايش عند ربنا؟ ما لازم نبكي عليه يا اخي، لازم ندفع على الكلاب تمن كل نقطة دم نزلت منه. رجب كارلوس. رجب حجز لنا مكان عندك يا أخي، والله لخليهم يدفعوا الثمن غالي كتير، وهلأ بتشوف شو رح ساوي فيهم. يلا يا صاحبي خلينا ناخد الرصاص ونبعتهم على جهنم لهالكلاب. مرني سيدي. الرصاصة اللي جاي من الباص هلكنا. يلا اسمعوني منيح، رح نهجم عليهم هجمة واحدة. صحيح، إذا ما قتلناهم عيب علينا نكون رجال، خلونا نهجم عليهم. يلا نجم. يلا معلي الشباب، غطوا علينا بكل سلاحكم، وأنا والباقيين رح نهجم ونتحامى بالمتاريس. كارلوس لاقي لك زاوية قنص مناسبة. أمرك سيدي. اعتبروا صار. والله لأهلكم برصاص، والله جايكم. ما رح خلي غصن شجرة يعتب علي يا أوباش. لازم نقطع الطريق عليهم. سيبوا عجل شوي وقطع الطريق قدامهم. إليف أول ما يقطع الطريق عليهم رح ننط فورا. ماشي. تكلي على الله. إذا ضلينا ماشيين هيك أكيد رح يمسكونا. فوت بالطريق المعاكس خلصنا. وين الدعم؟ شو ما في غيركم أنتوا اتنين؟ شو بدنا نعمل؟ هذا اللي طلع بإيدنا. بعدين لا تنسى هدول فرقة العمليات الخاصة. الحكي كله ما بيهمني. طلع من الشباك وقوص عليهم وركز على الدواليب. يلا طلعوا إلهيهم. عاكف رد عليهم بسرعة. الله ياخدك شو غبي. أسرع. الله يسلم دياتك. بسرعة بسرعة. إذا ما قدرت تهرب منهم راح أقتلك بداياتي. يلا سوق أسرع من هيك. شو صار لك؟ يلا سيبو استعجل شوي. عكيف هيك ما رح نلحقون أبدا، رح غير الطريق. تمام سيبو اتكل على الله. استعجل يلا. يلا اتحركوا بسرعة. تعال
على الأرض ولك. ماشي خلاص. وهي مشان روحك يا جميل. عفارم عليك، شكلنا خلصنا منهم. معلم صار ورانا. على اليمين، لف على اليمين بسرعة. أسرع. العمى بعيونهم. واقف مكانك ولا تحكي. واقف اصحك تتحرك. واقف لا تقوس عليه، هو بيعرف شغلات كتير. انا رايحه من هيجي. تمام انا رح ضلني راكد ورا من هون. ما بدي ولا حركة. وقف وإلا بقوص عليك. شوي شوي عاكف عاكف اهدى شوي. عاكف اهدى. أنا بورجيك. عاكف عاكف اهدى شوي بقى. عم تفهم ولك؟ عاكف اهدى. الكلاب اللي استأجرتهم بمصاريك الوسخة ما قدروا يهربوا منها. عم تفهم؟ رح تندم ولك. انتم ما عندكم اهل وعم تخافوا عليهم. عاكف خلص. عاكف خلص. شو صار لك؟ اسمعني منيح ولك، انت بتعرف انه القطط بتحب اللحم الفاسد ما هيك؟ والله لقطعك وطعمي لحمك الوسخ للقطط والكلاب. إليف هاد لجميل، الأفضل أنت تسلمي لأمه. بنتي مدد يا نور عيني محمد مصطفى، مدد يا علي زهرة، مدد يا شهد الكربلاء. لا تقولي إياه. لا بنتي لا تقولي شيء. اصحي اصحي تقولي إياه. لسه الجهاز تبعه ما شافه. خالتي جيت مليون ينبي
بقية بحياتك. الله يرحم جميل ويجعل مسواه الجنة. وصلني هالخبر، وصل الخبر، بس أنا ما فهمته، ما فهمته يا بنتي، بنتي أنا ما تحملت فكرة إنه جميل رح يتركني ويروح، مع إنه هاي الشهادة كتير بتلبق له لجميل. إلي لي بتلبق له مو هيك؟ إلي لي هي بتلبق له. لك أنا ابني بطل، الشهادة بتكون لبقت لحبيب قلبي جميل يا ابني، أنا اللي راحت علي. جميل هلأ ارتاح وصار بمرتبة أعلى إن شاء الله. أنا وعدت لابني إني ما أبكي. هو كان يقول لي ابني إذا أنا استجهدت فجأة أصحك تبكي. هون إذا في دموع رح تنزرف بهالوقت حتكون دموع الفرح والسعادة. أخونا الغالي جميل اتخطى كل الرتب والمراحل الدنيوية، وصل لأعلى الرتب بالعالم وترفع أفضل ترفيعة بالعالم لأنه هو استشهد. الله يجعل مسواه الجنة. آمين. وإن شاء الله ربنا يطعمنا هالشرف. آمين. آمين. بالتأكيد يلي بيحبوه رح يزعلوا عليه ويبكوا شوي على فراقه، هالشي طبيعي. لك أنا هلأ إذا بفقد أعصابي مفكرين إني رح أبكي؟